كوثر النشاشيبي، رسائل شوق، صوت الأرض المغتصبة، وإيقاع الحق الذي لا يموت. إنها الإعلامية البارزة كوثر النشاشيبي، توصل رسائل من وإلى المنزرعين في منازلهم غربي النهر، وصوت يصل بين الأهل في ضفتي النهر. ولدت في القدس لتبدأ مشوارها الإذاعي مبكراً مع الإذاعة الأردنية. قدمت عدداً كبيراً من البرامج الإذاعية، منها برنامج الأسرة وبرنامج رسائل شوق الذي عاش في ذاكرة الأردنيين عقوداً طويلة، وعملت في التمثيل، كما كتبت مسرحيات هادفة. منحت بعد وفاتها وساماً تقديرياً لمسيرتها، ويبقى صدى صوتها خالداً في فضاء الذاكرة الوطنية.